أحسن الله إليكم. هذه السائلة، هذا سائل يقول: إذا وضع الطعام وأذن المؤذن للصلاة، فهل يرخص بتناول الطعام وترك صلاة الجماعة مع الدليل؟ إذا كان بحاجة إلى الطعام ونفسه متعلقة به فنعم يتناول من الطعام ما تسكن به نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء أبدأوا به. وقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لكن لا يجعل ميقات الطعام ميقات الصلاة، هذا إذا جاء بعض الأحيان صادف من غير قصد. أما أنه يجعل ميقات الطعام يوافق ميقات الصلاة فهذا لا يجوز. نعم.